خاصة أخاطبكم في المغرب، وفي خطوة تستطيع المغرب أن تقوم بها، وأنا أدعو إخواني في المغرب، الجماهير، القوى الإسلامية والوطنية وبكل اتجاهاتها الفكرية والسياسية، أن تخاطب قيادة البلد غيرة على المغرب، غيرة على مصالحه وأمنه، وغيرة على فلسطين، خاصة في ظل هذه الجريمة، وفي ظل الحقائق الخمس اللي شرحتها، وفي ظل انكشاف صورة هذا الكيان، أن تقطع العلاقات، أن يتوقف التطبيع، أن يطرد السفير، أن تطوى هذه الصفحة التي جاءت خارج السياق الطبيعي لدولة محترمة كالمغرب. فهذه خطوة كبيرة، وإلا كيف سيغير قادة أمريكا والغرب موقفهم إذا لم يروا آثارا حقيقية، إذا لم تحرك أوراق القوة في ورقة المصالح الاقتصادية، ورقة العلاقات السياسية، ورقة التطبيع، كل الأوراق التي نملكها في مصالح، في سياسة، في أوراق قوة، إذا اليوم ما استعملناها متى نستعملها؟ الورقة في المغرب بيدها، الله الله في هذه الخطوة. وإذا وقف الشعب المغربي العزيز سندا لحاكمه، يستطيع المغرب رسميا وشعبيا أن يخطو هذه الخطوة بجدارة، يصحح خطأ ويؤدي واجبا، وهذا يكون نصرة حقيقية لأهل فلسطين، وضغطا على الاحتلال وأوليائه في الغرب. لاحظت مؤخرا أن هناك من يحاول تحريض المغاربة وخلق فتنة بينهم، يدس السم في العسل كعادته، سمح لنفسه بأن يكون وصيا على المغاربة، وهو غريب لا صلة تجمعنا به. ما هو إلا شخصية ذات تركيبة غريبة، شخصية منافقة، تارة معك وتضحك لك، وتارة ضدك تشتمك وتصهينك، شخصية لا شخصية لها إن صح التعبير. إلى إخوان المغاربة رجالا ونساء، فلنتذكر قبل شهر من اليوم كيف كنا يدا وجسدا وشخصا واحدا، كنا مغاربة فقط من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، دمتم مغاربة ودمتم سدا منيعا ضد الفتنة والتفرقة. بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي وأحبابي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي واحتراماتي لكم، ودعواتي بأن يرفع الله البلاء والغلاء عن الأمة العربية وسائر بلاد الدنيا، وأن يشفي كل مريض يتألم، وأن لا يحرمنا أبدا من أحبابنا رب العالمين. طبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم. كبسولة جديدة من حكاوي. لماذا تكاثر النباح على المملكة المغربية الشريفة؟ والله سؤال بيراودني يا جماعة. يعني أنا شايف القراقيب الملاعين أحفاد فرنسا وتركيا كلهم بينبحوا على المملكة المغربية الشريفة، والكثير ينبح على المملكة الشريفة بدوافع مختلفة، يعني كل واحد له دافع بسبب نباحه على تلك أو في هذا الإطار، وللأسف كلها أهداف وأغراض شخصية، كل واحد بيدور على مصلحته، وفي النهاية هو نباح على المملكة المغربية الشريفة وشعبها الطيب. مؤخرا زي ما حضراتكم شفتوا، خالد مشعل اللي هو رئيس حركة حماس يعني عايز وقيعة بين الشعب المغربي الطيب وبين جلالة الملك محمد السادس. ما اختلفش كتير عن الغراب اليمني، يعني برضو الغراب اليمني أسعد الشرعي كل نباحه وكل ما يقول بهدف إحداث نوع من الوقيعة بين طوائف الشعب المغربي الطيب، وإساءات يعني دائمة وقلة أدب متناهية، يعني برضو الهدف منه هو
احداث خلل في منظومه المجتمع المغربي. خالد مشعل زي ما حضراتكم سمعتوا كده طالع يقول لابد وان تنتفضوا كشعب مغربي. هو ما قالهاش بصريح العباره يكون ضد الملك، لكن ما بين السطور هو كده، انتفضوا بقى ضد الملك اللي عامل تطبيع مع اسرائيل، واطلبوا انه الغاء هذا التطبيع وطرد السفير الاسرائيلي واغلاق السفاره وقطع العلاقات مع اسرائيل وحاجات كتير قوي كده، حوالي 5 أو 6 بنود بيطالب الشعب المغربي ان هو يطلع للشوارع ويقول احنا عايزين ننفذ هذه الامور. يعني انت يا خالد يا مشعل سايب الدنيا مولعه في فلسطين وفي غزه على نوع التحديد، وسايب الشعب عمال يموت والاطفال عماله تتحرق، يعني سايب الحرب دي كلها وبتشوف وعينك على المملكه المغربيه الشريفه، يعني يا اخي عيب عليك والله، والله عيب عليك، عيب عليك. من المفترض ان انت راجل فاهم سياسه وعارف يعني ايه الشعب المغربي ويعني ايه اليهود المغاربه ويعني ايه الفصيل اليهودي من ضمن فصائل المجتمع المغربي، فصيل اساسي من فصائل المجتمع المغربي. يعني اذا كانت بقى دويله الجزائر البائسه الجائعه دي هي اللي طلبت منك انك تطلع وتقول هذا الكلام الخايب، تبقى انت اخيب منهم. يعني تبقى انت راجل خايب ما بتفهمش سياسه، ولا انت هتفهم من ايه؟ هو احنا هنضحك على بعض؟ ما تاريخ حماس معروف للقاسي والداني. يعني شوفوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم على حاجه، انا مش ضد يعني مش ضد فلسطين في شيء، يعني بالعكس انا اتمنى انها تنال حريتها ويحرر المسجد الاقصى الان قبل الغد، يعني اليوم قبل الغد، لكن حركه حماس على نوع التحديد تحتها 5000 خط. هذه الحركه انا بعتبرها من وجهه نظري التي قد لا تلزم اي حد، يعني وجهه نظري البسيطه المتواضعه، انا بعتبرها حركه ارهابيه لا تختلف ابدا عن حركه عن حزب الله ولا تختلف عن عصابه البلوزيريو. انا بعتبرهم كده. حركه حماس على نوع التحديد اللي هي في جعبه دويله الجزائر البائسه الجائعه دي، انا بعتبرها حركه ارهابيه من الطراز الاول. دي وجهه نظري يعني، وكل واحد حر في وجهه نظره، لان حركة حماس تاريخها كله مع إيران وتنظيمات وضد مش عارف إيه، وكل ما فعلته حتى مصر عانت من حركة حماس ومن دعمها للجماعات الإرهابية في أرض سيناء. يعني حركة حماس دي كانت هي الأساس اللي بيعول عليه كل الأعمال الإرهابية اللي تمت في سيناء وربما اللي تمت داخل مصر كمان. فأنا بالنسبة لي حركة حماس دي حركة إرهابية، ما هي إلا أحد يعني أحد بيقولوا عليه إيه، أحد أيادي إيران الشيعية دي اللي عايزة تنشر التشيع في العالم الإسلامي وعايزة تخوض تجربة إحياء إمبراطورية الفرس على حساب منطقة الشرق الأوسط. فالمسألة بالنسبة لحماس على نوع التحديد أنا بعتبرها أحد أيادي إيران في المنطقة، ولا تختلف كثيرا عن دولة الجزائر اللي بتعتبر مرتع لإيران في منطقة شمال إفريقيا بل وفي قارة أفريقيا بالكامل. وبالتالي فأنا لا أستبعد أبدا أن خالد مشعل هذه الكلمة اللي قالها واللي هدف منها إحداث حالة من البلبلة داخل المجتمع المغربي، لا أستبعد أبدا أنها مدفوعة الثمن من دويلة الجزائر الجائعة، لأن هم ما عندهمش حاجة يقدموها أكتر غير الفلوس. يعني هم بالنسبة لهم الفلوس، سواء لعصابة البلوزاريو، سواء لحركة حماس، سواء لمحمود عباس أبو مازن قبل كده الـ100 مليون دولار، يعني هم ما عندهمش حاجة إلا الرشاوي، وما عندهمش حاجة إلا يقدروا يقدموها إلا الفلوس، وكلها من حق المواطن الغلبان اللي بيقف في الطابور بالساعات والساعات وربما بالأيام عشان يحصل على كيس حليب أو كيلو عدس أو شوية لوبيا أو حتة لحمة حمار أو بخل. فالمسألة مسألة يعني خالد مشعل سايب كل حاجة
وزي ما بقول لحضراتكم كده بيدور على المغرب الشريف عشان إحداث هذه الوقيعة بين الشعب والملك. لكن أنا بقول له وبرد عليه بقول له يا خالد يا مشعل، إذا كنت أنت ما أنتش عارف بقى الشعب المغربي وطبيعة الشعب المغربي ومدى حب الشعب المغربي لجلالة الملك محمد السادس والعكس مدى حب جلالة الملك محمد السادس لشعبه، يبقى أنت يعني لمؤاخذة كده يعني ما بتفهمش حاجة، تبقى مقرقب زيهم يعني ضرب قرقوبي زيك زي عبد المجيد القفة وبقية القفف اللي موجودة هناك، العالم المقرقبة الهبل دي. ليه بقى؟ أنا هقول لك ليه. الشعب المغربي له طبيعة خاصة، يهبل، له طبيعة خاصة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن محدش يقدر يضحك عليه. لا أنت، كانت دويلة الجزائر البائسة الجائعة دي ضحكت عليه من 50 سنة، نص قرن دلوقتي بتحاول وفاشلة. فأنت مش هتيجي أنت تسخن الشعب على الملك وفاكر إن الدنيا هتتقلب يعني على الكلمتين الهبل اللي أنت قلتهم دول. الشعب المغربي يتمتع بباع كبير من الحرية، اللي مؤيد التطبيع على العين والراس، اللي معارض التطبيع على العين والراس، اللي مؤيد التعامل مع إسرائيل على العين والراس، اللي رافض التعامل مع إسرائيل برضو على العين والراس. هناك الناس كل واحد بيقول اللي هو عايزه، بيدلب دلوه زي ما هو عايز، دي قناعات شخصية. لكن الكل مؤمن بشيء مهم جدا، وهو أن اليهود المغاربة أو المغاربة اليهود فصيل أساسي من فصائل المجتمع المغربي، والكل يقبل هذا والكل بيتعامل مع هذا بشكل طبيعي ومنطقي واجتماعي وبسيط جدا. أما كون في بقى حملة قائمة من دويلة الجزائر البائسة الجائعة ضد أندري أزولاي اللي هو أعتقد كان مستشار الملك يعني لفترة قريبة، أندري أزولاي هذا الرجل المغربي اليهودي، وانت جاي تكملها بقى بالكلمتين الهبل اللي انت قلتهم دول، فصدقني والله لن تنالوا، لا انت ولا حركة حماس الإرهابية بتاعتك دي كلها كده، ولا دويلة الجزائر البائسة الجائعة، ولا عصابة البلوزاريو الإرهابية اللي شبهك، محدش هينول من المملكة المغربية الشريفة شيء، لا من المجتمع المغربي والشعب المغربي الطيب، ولا من جلالة الملك محمد السادس، لأن الحب اللي بينهم بين جلالة الملك وبين شعبه وبين الشعب وجلالة الملك مسألة لا تحتمل حتى مجرد انك تفكر فيها، هي كده بالفطرة ومحدش يقدر يتدخل فيها. فريح نفسك يا عم مشعل وروح اشعلها في حتة تانية. دي حاجة. الحاجة الأهم من كده يا جماعة، انا مش عايز حد يفهم ما اقول اني ضد الكفاح في فلسطين، بالعكس، او انا ضد اهالي غزة بالعكس، لكن هرجع واقول حماس لم تحسبها جيدا، لان هي تعليمات وبتنفذها من ايران بدون تفكير وبدون وعي. اللي حصل ده تداخل حرب مفروض كنت تكون مستعد لها، لكن هو ضربوا الضربة وسابوا الشعب هو اللي بيعاني، واهل غزة هم اللي بيعانوا، وهم قاعدين متنعمين، اللي في قطر في قطر واللي في تركيا في تركيا قاعدين منعمين، وسايبين الشعب هو اللي بيعاني الامرين. وفي الاول وفي الاخر لن ينالوا من المملكة الشريفة شيء الشعب المغربي، وملك المغرب يد واحدة وقلب واحد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كل التحية والتقدير والاحترام لكم، سعدت بكم وسعدت بوجودي معكم. دعواتي بأن يشفي الله كل مريض يتألم، ولا يحرمنا أبدا من أحبابنا رب العالمين. تبتم أينما كنتم وطابت أوقاتكم، عاشت مصر وعاش المغرب، ولا عاش أبدا من عادهما ولا خانهما، ودائما وأبدا وما حي تقول أن العروبة ليست دولة، إنما العروبة وطن لمن يعي ويفهم ويعقل معنى كلمة وطن. كل التحية والاحترام، وأشوفكم في كبسولة جديدة ومش هتأخر عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.